التحالف العربي يؤكد أن المعركة الأخيرة ستكون على الحدود العراقية السورية. بعد اجتياحه لخليج المكسيك، إعصار نيت يتقدم بقوة صوب لويزيانا الأمريكية. منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر زيادة انتشار الطاعون الرئوي في مدغشقر. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار اليوم. أعلن مسؤولان عسكريان أمريكيان في التحالف الدولي ضد الإرهاب أن المعركة الحاسمة في العراق ضد تنظيم داعش ستكون على الحدود مع سوريا. وجاءت تصريحات الضابطين الأمريكيين بعد يومين من استعادة بلدة الحويجة، أحد المعقلين الأخيرين للإرهابيين في العراق. وقال البريغادير جنرال روبرت سوفجي نائب القائد العام للتحالف الدولي لفرانس بريس أن المعركة الكبرى والحاسمة ستكون عند منتصف نهر الفرات على الحدود العراقية السورية. قتل 385 مسلحا من تنظيم داعش في إطار عملية تحرير الحويجة جنوب غرب مدينة كركوك بحسب ما صرح به قائد عسكري عراقي. وقال الفريق الركن عبد الأمير يار الله إن العمليات أسفرت أيضا عن تحرير 150 قرية ومنطقة وإلقاء القبض على 6 إرهابيين وتفكيك وتفجير 422 عبوة ناسفة وتفكيك 5 أحزمة ناسفة. قتل قيادي مقرب من زعيم داعش أبو بكر البغدادي وعدد من قناصي التنظيم بقصف جوي جنوب غرب كركوك. وقال مصدر عسكري إن المسؤول الأول عن تدريب قناصي داعش المدعو أبو عبد الله الطاجكي قتل بقصف جوي في قرية شمال قضاء الحويجة. وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير مدينة الحويجة إحدى آخر معاقل تنظيم داعش في العراق، مضيفا أنه لم يبقى أمام القوات الحكومية إلا الشريط الحدودي مع سوريا. تستعد القوات العراقية لشن هجوم واسع النطاق لاستعادة منطقة قضاء راوة غرب الأنبار من تنظيم داعش. من جانبه أكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار راجع العيساوي استكمال الاستعدادات بالتزامن مع قصف عنيف للطيران الحربي على معاقل التنظيم، ما أسفر عن قتل عشرات الأفراد من التنظيم من بينهم انتحاريون من جنسيات أجنبية. في سوريا قتل 13 مدنيا على الأقل إثر ضربات جوية على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، يرجح أن طيران النظام نفذها بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبعد هدوء نسبي خلال الأشهر الماضية، شن النظام السوري وحليفه الروسي ضربات جوية عدة في الأسابيع الماضية على مناطق في محافظة إدلب، وهو ما أسفر عن قتل العشرات. بدعم تركي روسي بدأ الجيش السوري الحر عملية عسكرية في محافظة إدلب. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عملية كبيرة دائرة في إدلب ستستمر. التفاصيل في التقرير التالي. يستمر القتال ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا، فبعد تحرير مدينة طبقة وشمال حلب بالكامل وريف الرقة من احتلال داعش، حرب جديدة تستعر في إدلب شمال غربي سوريا، بشرتها المعارضة السورية التي تسيطر هيئة تحرير الشام فرع تنظيم القاعدة على الجزء الأكبر منها. العملية التي بدأت بدعم تركي وروسي وصفتها أنقرة بالكبيرة، قائلة إنها لن تسمح بممر إرهابي على طول حدودها مع سوريا. ووفق ما صرح به الرئيس رجب طيب أردوغان، فإن دعم العملية من الجو سيتولاه الطرف الروسي، بينما الجنود الأتراك يتولون حدود بلادهم من الداخل. إلى أن أردوغان أوضح أن الجيش السوري الحر هو من ينفذ العملية حاليا، ولا وجود لقوات تركية داخل إدلب بعد، بيد أن مسؤولا كبيرا بالمعارضة السورية المسلحة قال إن فصائل تابعة للحر تستعد لدخول المحافظة بدعم من قوات تركية. ووفق ما ذكرت مصادر عسكرية، فإن عدد الأفراد في الدفعة الأولى قرابة 750 فردا مع سيارات دفع رباعي وسلاح متوسط وخفيف كامل، وجهتهم معسكرات قرب مدينة ريحانية، ومن المتوقع أن يشاركوا في العملية العسكرية للقوات التركية في حال تعرضت لمواجهة من أي طرف أثناء دخولها لمحافظة إدلب.
تأتي هذه الخطوة في عقاب إعلان الناطق باسم الرئاسة التركية أن الأيام المقبلة ستشهد خطوات ملموسة في تطبيق اتفاقية خفض التوتر في إدلب، مؤكدا أن مسؤولي بلاده توصلوا إلى تحديد إطار لكيفية تنفيذ ذلك. هذا وكانت الدول الضامنة قد اتفقت على تحديد حدود مناطق خفض التوتر في إدلب والجهات التي ستتولى الحفاظ على سلامة المناطق وحماية الحدود. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قتل نحو 120 مسلحا من تنظيم داعش في سوريا جراء غارات شنتها شمال شرق البلاد. وأوضحت الوزارة أنه تم القضاء على 80 مقاتلا بينهم 6 من مواطني شمال القوقاز في منطقة الميادين، فيما لقي نحو 40 مسلحا من تنظيم داعش مصرعهم في محيط بلدة البوكمال. أهلا بكم من جديد. أفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية باستشهاد رجلي أمن إثر تعرض نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بجدة لإطلاق نار. وأضاف المتحدث أن نقطة الحراسة الخارجية الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة تعرضت لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة كان يقودها رجال الحرس الملكي تعاملوا مع منفذ الاعتداء وفق ما يقتضيه الموقف، وهو ما أدى إلى قتله على الفور. كما أدى الهجوم لاستشهاد رجلي أمن وإصابة 3 آخرين. عثرت السلطات الليبية يوم الجمعة على رفاة 21 قبطيا مصريا كان قد بث تنظيم داعش قبل عامين فيديو لعملية ذبحهم في مدينة سرت. وقال مكتب النائب العام الليبي إن الأجهزة المختصة عثرت على 21 جثمانا وجدت مكبلة الأيادي ومقطوعة الرأس وبالزي البرتقالي، كما ظهرت في الإصدار الذي بثه داعش في 15 من شباط فبراير عام 2015 بحسب المركز الإعلامي لقوات عملية البنيان المرصوص. وقال المركز في بيان إنه التقى أحد أفراد داعش الذي كان شاهدا على الجريمة المروعة، حيث كان جالسا خلف كاميرات التصوير لحظة الذبح، كما شهد ساعة دفن الضحايا جنوب سرت. كيف تمت عملية الهجوم الانتحاري على مجمع المحاكم بمصراتة؟ مراسلنا محمد عقوب والتفاصيل. كما ترون خلفي في هذه البوابة حيث هاجمت سيارة مفخخة كان على متنها 3 انتحاريين، 2 منهم كانوا يلبسون حزاما ناسفا، كان الأول قد قام بتفجير نفسه فور إصابته من قبل رجال الأمن الذين كانوا بالبوابة، والآخران دخلا إلى المبنى واشتبكا مع عناصر الأمن داخل المبنى، وإصابة أو جراء الاشتباك الذي كان داخل المبنى كانت العديد من الإصابات قد وقعت في صفوف الموظفين والعاملين في هذا المجمع. كان الآخر قد اختبأ في مكان ولكنه تم التعامل معه وقتله مباشرة من قبل رجال الأمن. هذا التفجير قد مضى عليه 24 ساعة. مدينة مصراتة يعني تعيش حالة من الحزن والصدمة من هذا التفجير الذي نفذه يعني 3 انتحاريين يتبعون لتنظيم داعش بعده بساعات بالفعل تبناه التنظيم وبشكل رسمي. دلالة الهجوم كما ذكر العديد من رجال الأمن والسلطات الرسمية هنا في مدينة مصراتة بأنه وقع في مكان له رمزية ومكانة في مدينة مصراتة، ربما كردة فعل على الهزيمة التي مني بها تنظيم داعش نهاية العام الماضي في معقله الرئيس في مدينة سرت، وكذلك كردة فعل من قبل هذا التنظيم للضربات الجوية الأمريكية التي تعرض لها في الآونة الأخيرة جنوب مدينة سرت، حيث تم قصف العديد من الأماكن التي يتجمع فيها التنظيم في وسط أو في وسط الصحراء أو جنوب غربية مدينة سرت. كان معكم أو كنت معكم من أمام موقع التفجير الانتحاري من أمام مجمع المحاكم محمد عقوب لأخبار الآن من وسط مدينة مصراتة. أعتقد أن جميع الأجهزة الأمنية كان العمل هذا متوقع، لا يمكن تحديد وقت معين لارتكاب هذا الفعل داخل المدينة أو على أطرافها والحدود الإدارية أو في مداخل المدينة، ولكن كانت الأجهزة الأمنية في ترقب، الأجهزة الأمنية سواء مديرية الأمن أو الأجهزة الأمنية الأخرى المساندة لها أو جهاز الاستخبارات العسكرية أو المنطقة العسكرية، كان كلنا في تواصل
استهداف مبنى المجمع المحاكم والنيابات. الاستهداف كان ربما الهدف منه هو رمزية المبنى، رمزية المقر. الهدف اتضح لنا من خلال ما وجدناه أو من خلال استخدام الأحزمة الناسفة وتفخيخ السيارة، والتي بحمد الله تمكن أبطال مكتب المتفجرات من إبطالها قبل أن يتم التفجير. داعش المفلس يعيش حالة من التخبط الكبير الذي نتج عن هزائمه المتكررة، وآخر التصدعات التي عصفت بين أفراده هي منظرة التكفير المحتدمة. داعش يهلك في أرض معاركه في سوريا والعراق، فهو متورط في انقسام إيديولوجي متشعب يمكن أن يترتب عليه عواقب واسعة النطاق في عالم المتطرفين العنيف. هذه المعركة الإيديولوجية بشأن التكفير هي ركيزة أساسية لداعش والمنظمات المتطرفة الأخرى. الحرب الإيديولوجية داخل داعش وصلت إلى مستوى خطير جدا، فاللجنة المفوضة القوية تبدو وكأنها تحاول عكس قرارها الأصلي بشأن توسيع نطاق استخدام التكفير. أهمية التكفير. الخلاف التكفيري ضمن دائرة الجهاد لا يتعلق بالأيديولوجيا فقط، فهم يستعملون هذا المفهوم ليقرروا من الذي يمكن قتله. المنظمات الجهادية أيضا تحاول أن تكون متسقة ذاتيا في المنطق الخاص بها، لأنها تريد أن تكون لها القدرة على إقناع أفرادها ومؤيديها والمنضمين الجدد لها. على سبيل المثال، تنظيم القاعدة يكفر أشخاصا بشكل فردي فقط ولأسبابه الخاصة، ولا يتهم شعوبا وأمما كاملة بالكفر. يقول داعش بأن موقف القاعدة من التكفير لين، وبأنها تدعي بأن لديها موقف وسطي بشأن هذه القضية، ولا تأخذ هذا الموضوع بعيدا أو بشكل عميق مثل باقي التفسيرات المتشددة حتى الآن على الأقل. على سبيل المثال، معظم المتشددين يقولون بأنه حتى لو لم يقع الشخص في الكفر ولكنه لا يندد أو يستنكر الكفار، فينبغي أن يكون هذا الشخص هدفا للتكفير أيضا. ويقولون إذا أصبحت الأمة في دار حرب يمكن أن يتم تطبيق التكفير على المسلمين في هذا المكان. المزيد من المتطرفين يسيطرون على هذه المناظرة. وفي هذه القضية الخطيرة والمميتة، بحث المكتب المركزي للرقابة الشرعية في داعش هذه المسألة قبل أكثر من عام، وقرر أن التكفير لا يمكن تطبيقه على أولئك الذين لم يقعوا في الكفر. لكن تدخل المكتب المركزي لم يكن كافيا لتهدئة هذا النزاع، ولهذا السبب تدخل البغدادي بشكل مباشر، ويبدو أن المسألة قد أحيلت إلى اللجنة المفوضة والتي كان لها درجات أعلى من السلطة، وتأتي بعد البغدادي مباشرة. في شهر أبريل من هذا العام أصدر البغدادي مذكرة إعطاء صلاحيات غير محدودة عمليا لهذه اللجنة لحل هذه القضية، وبعد ذلك أصدرت اللجنة مذكرة في شهر مايو تذهب أبعد من ذلك بكثير. وفقا لهذه المذكرة، فإن التكفير هو عنصر أساسي في أيديولوجيا داعش، فهو أكثر أهمية من بعض الالتزامات مثل الصلاة، وحتى أنه من الممكن تطبيق مبدأ التكفير على جميع المواطنين في البلدان الإسلامية. لم تتوقف اللجنة المفوضة عند ذلك، فقد أعلنت عن سحب الكتب المرجعية لداعش بحيث يمكن تكييفها مع الموقف الجديد الأكثر صرامة. داعش يريد أيضا أن يستخدم هذه المناظرة لكي ينأى بنفسه عن القاعدة. في مقال نشر في العدد الأخير من مجلة النبأ الأسبوعية التابعة لداعش، تم تطبيق التكفير على القيادي في القاعدة عطية الليبي الميت، حيث تمت الإشارة إليه بإمام الفتنة. من الواضح أن داعش يريد إظهار بأنه يستطيع تطبيق التكفير على أسماء الرائدة في تنظيم القاعدة، ومع ذلك اعترض مؤيدو وكبار الشرعيين في داعش بشدة على هذا التغيير. رفعت حكومة كوريا الجنوبية درجات الاستعداد إلى القصوى تحسباً لأي استفزازات محتملة قد تقدم عليها كوريا الشمالية مع حلول ذكرى تأسيس حزبها الحاكم 72 الثلاثاء المقبل. وعادة ما تقوم بيونغ يانغ بتجارب صاروخية كبيرة في أي ذكرى سنوية هامة، وتعد ذكرى تأسيس الحزب وصعود الزعيم الراحل كيم جونغ إل أحد أبرز المناسبات السياسية التي ستسعى الحكومة للاحتفال بها بطريقتها الخاصة.
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جميع المفاوضات مع كوريا الشمالية حول تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية باءت بالفشل، لافتا إلى وجود أمر واحد يمكن من خلاله التعامل مع كوريا الشمالية. ولم يوضح ترامب ما هي هذه الوسيلة الوحيدة التي ستنجح في التعامل مع قضية كوريا الشمالية. أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أنه لا يستبعد تعليق العمل بالحكم الذاتي في كاتالونيا إذا لم يتراجع قادة هذا الإقليم عن تهديداتهم بإعلان الاستقلال عن إسبانيا، وأضاف أنه لا يستبعد شيئا لكن يجب أن تكون الأشياء في وقتها، وأكد على أنه يرغب بأن تسحب كاتالونيا تهديداتها بإعلان الاستقلال سريعا. اشتدت قوة العاصفة نيت وأصبحت إعصارا من الدرجة الأولى، واجتاحت منتجعات ساحلية مكسيكية مواصلة تقدمها نحو الأراضي الأمريكية المطلة على خليج المكسيك، فيما تسببت أمطار الإعصار في أمريكا الوسطى بمقتل 28 شخصا. ويتوقع مركز الأعاصير الأمريكي أن يصل الإعصار لجنوب شرق ولاية لويزيانا في ساعة متأخرة من الليلة، وأن يجلب أمطارا غزيرة في مناطق تمتد من لويزيانا إلى فلوريدا. أمر رئيس بلدية مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا بإخلاء بعض المناطق في المدينة وفرض حظر تجوال قبل وصول العاصفة الاستوائية نيت التي أدت إلى قتل 28 شخصا على الأقل في أمريكا الوسطى. وأعلنت ولايات ألاباما وفلوريدا ولويزيانا وميسيسيبي حالة الطوارئ بسبب العاصفة التي تحركت نحو ساحل الخليج الأمريكي. حذر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لوندمير من زيادة انتشار الطاعون الرئوي الذي تم اكتشافه في عدة مدن في مدغشقر منذ شهر أغسطس الماضي. إلى ذلك قالت وزارة الصحة في مدغشقر إن ما لا يقل عن 36 شخصا توفوا جراء الإصابة بمرض الطاعون، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الحالات كانت في مناطق مكتظة بالسكان. أهلا بكم من جديد، والآن إلى جولة الصحافة. نبدأ جولتنا من صحيفة الإمارات اليوم التي عنونت جوجل تتيح لمساعدها الرقمي لتلفاز أندرويد. أعلنت شركة جوجل إطلاق مساعدها الرقمي أسيسنت لأجهزة التلفاز الذكي المزودة بنظام تشغيل أندرويد. وأوضحت الشركة الأمريكية أن جهاز انفيديا شيل تي في يعتبر أول طراز يتم تجهيزه بالمساعد الرقمي من جوجل، الذي سيظهر أيضا في أجهزة سوني برافيا تي في خلال الأشهر القليلة المقبلة. وذكرت جوجل أن وظيفة المساعد الرقمي ستقتصر في البداية على أسواق الولايات المتحدة الأمريكية على غرار ما تم مع الهواتف الذكية. صحيفة البيان الإماراتية عنونت جوجل تسخر من أبل وآيفون. سخرت شركة جوجل الأمريكية في مؤتمرها الصحفي العالمي الذي أطلقت فيه هاتفيها الأحدث بيكسل 2 وبيكسل 2 XL من منافستها أبل وهواتف آيفون. واعتادت جوجل منذ فترة على السخرية من هواتف آيفون، خاصة وأنها تعتبرها المنافس الأبرز لها، والتي كان أبرزها قبل الإعلان عن بيكسل 2 عندما قالت: إذا ما كنت ترغب في اقتناء آيفون إكس عليك الانتظار قليلا حتى 4 أكتوبر ثم اتخذ القرار. إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت ميزة جديدة بهواتف جوجل تحافظ على حياة المستخدمين خلال القيادة. كشف تقرير جديد أن هواتف جوجل الجديدة بيكسل 2 وبيكسل 2 XL يمتلكان ميزة جديدة قادرة على إنقاذ حياة المستخدمين، فبمجرد الضغط على زر Do Not Disturb أسفل تبويب Driving فإن الهاتف لن يعطي أي تنبيهات بخصوص الرسائل النصية الواردة أو المكالمات إذا ما شعر أن المستخدم متواجد داخل سيارة متحركة بالفعل. وإلى صحيفة الوئام السعودية التي عنونت أبل أعطت أوبر مفاتيح للوصول لمعلومات مستخدمي آيفون.
أعطت شركة أبل خدمة ركوب أوبر إمكانية الوصول إلى ما هو أكثر من مجرد موقع مستخدمة آيفون الجغرافي، حيث وفرت لها أداة من شأنها أن تسمح لتطبيق أوبر بتسجيل شاشة المستخدم أو الوصول إلى معلوماته الشخصية من دون علمه، حتى لو كان التطبيق قيد التشغيل في الخلفية. وصرحت أوبر أنها لم تستعمل هذه الميزة، وأنها كانت بالأساس بمثابة إرث لتطبيقها على ساعة أبل واتش الذكية. انطلقت اليوم الدورة الثانية من منتدى المعلمين الدولي قدوة المعلمين قدوة 2017 الذي يستمر ليومين في قصر الإمارات في أبوظبي، ويركز المنتدى على التعليم من أجل المستقبل، حيث يناقش المشاركون أبرز القضايا التي تشغل المعلمين حول العالم. منتدى قدوة، منتدى أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، وباعتبار المعلم قدوة تم اختيار هذا المسمى له، وتم اختيار التوقيت أن يتوافق مع اليوم العالمي للمعلم. نحن الآن اللي نتحدث عنه أن بسبب التغير اللي صاحب الحياة، التغيير اللي صار في المعارف، التغيير اللي صار في التكنولوجيا، بدأ أيضا يلقي بظلال على تغيير أدوار المعلم. مهم جدا ندرك شيء، أن نحن هنا نتحدث عن تغيير في الأدوار ولا نتحدث عن إلغاء أو تهميش المعلم. المعلم سيبقى له دوره، وإن كان هذا الدور ستقل نسبته، لكن سيبقى هو الدور الفعال، هو الدور القائد، هو الدور الموجه، هو الدور اللي يحدد نوعية المخرج من العملية التعليمية. فالحديث عن قضية توظيف التكنولوجيا، الحديث عن البلندد كلاسروم بالطريقة أخرى، لا يعني أبدا تهميش المعلم أو تقليل من دوره، إنما يعني تغيير هذا الدور للمعلم. أفضل طلبة عندنا في جامعة الإمارات في كليات الطب والهندسة والعلوم وتقنية المعلومات هم خريجي المدارس الحكومية. عملنا دراسة للطلبة المبتعثين في الخارج، وجدنا أن أفضل الطلبة إنجازا وأداء في البعثات الخارجية هم طلبة المدارس الحكومية وليس طلبة المدارس الخاصة. طبعا نحن اليوم في ملتقى قدوة، ملتقى قدوة قائم من أجل التعليم للمستقبل. شو نبقي من هذا؟ شو يبقي متخذ القرار أن يقدم للمعلمين؟ شو يبغي يوصلهم في المستقبل؟ يبغي يوصلهم أن يكونوا متمكنين تقنيا من برمجة المعلومات، قادرين أن يوصلون تلاميذهم ويكونوا متوازين معهم، ما عندهم إحساس بالإحباط، مش متأخرين عنهم. فيأتي ملتقى قدوة أن يقدم قطع البازلز اللي ناقصة اللي تسبب الإحباط عند المعلمين. اليوم كقارئة للقتل الجسد أشوف هذه الفرحة بالتحفيز، هذا الفرحة بأن يتحصل المعلم على هذه القطع من خلال مختبر المعلمين، من خلال الحوارات اللي موجودة، حرص المعلمين والمعلمات على التواجد بهذه الكثافة، بهذا طولة البال بالمشاركات. أعتقد أن ملتقى قدوة من أول الجلسات يالس يحقق نفسه. الآن نشعر أن الآن في مستوى أبعد عن الطلاب بسبب سباق التكنولوجيا الحاصل في هذا القرن 21. الدولة الآن تعمل على أنها تسعى فينا وعلى أن نلحق بالطلاب بحيث لا يسبقونا داخل الصف. الآن المدرسة أضيق من العالم، الطالب ينطلق إلى مجال أوسع من الأستاذ. أحيانا أنا أقول المعلومة أجد الطالب سبقني فيها من خلال جوجل، من خلال يوتيوب. لذلك أنا محتاج إلى دعم وزارة التربية في مثل هيك منتديات، مثل هيك لقاءات، تعليمنا على تطبيقات جديدة، أساليب جديدة في التواصل مع الطلاب، بحيث أنا كمعلم لا أحس ولا أشعر أني أنا خلف الطالب، بل أحاول دائما أني أكون أمام الطالب، أفتح له باب النقاش، لكن لا أكون مخطئ في المعلومة التي أقولها بسبب إمكانيات التكنولوجية التي سبقنا فيها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
اقترح علماء روس استخدام كبسولات هجينة مغطاة بطبقة نانو من ثاني أكسيد السيليكون لنقل المادة الوراثية لداخل الخلايا باستخدام تكنولوجيا CRISPR-Cas9. وقال الباحث الروسي ألكسندر تيمين في مقال كتبه عن هذا الموضوع إن التكنولوجيا الجديدة ستسمح بتسهيل عملية تعديل الجينات ورفع فاعليته، الأمر الذي يساعد الأطباء مستقبلاً على مكافحة الأمراض الوراثية التي لم تكن تخضع سابقاً للعلاج الفعال. قالت دراسة أسترالية جديدة إن ممارسة الرياضة بانتظام لمدة ساعة واحدة أسبوعياً يمكن أن تساعد الأشخاص على التخلص من الاكتئاب في المستقبل. وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين أفادوا بعدم ممارسة الرياضة على الإطلاق زادت لديهم فرص الإصابة بالاكتئاب بنسبة 44% مقارنة مع أولئك الذين كانوا يمارسون ساعة أو ساعتين من النشاط البدني في الأسبوع. يعكف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على اختبار أداة جديدة لوقف سيل الأخبار الكاذبة التي تنشر عبر صفحاته. وقال مسؤولون في منشور على مدونة رسمية للموقع إن الأداة الجديدة ستمنح المستخدمين معلومات عن مصدر القصص الإخبارية التي تصل إليهم. باتت تونس في حاجة إلى نقطة واحدة من مباراتها الأخيرة ضد ليبيا الشهر المقبل لتضمن مشاركتها في كأس العالم للمرة الخامسة. يأتي ذلك بعد عودتها بفوز ثمين من غينيا بأربعة أهداف لهدف يوم السبت في منافسات المجموعة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018. قبل أن أودعكم إليكم تذكير بأبرز العناوين. التحالف العربي يؤكد أن المعركة الأخيرة ستكون على الحدود العراقية السورية. بعد اجتياحه لخليج المكسيك إعصار نيت يتقدم بقوة صوب لويزيانا الأمريكية. منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر زيادة انتشار الطاعون الرئوي في مدغشقر. وصلنا إلى الختام. للمزيد يمكنكم دائما مشاهدينا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته. نلقاكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأخبار. إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.